لوكال بيتكوين. عند دخولك الموقع إذا كنت في الدول التي تعتمد يعني معتمدة من الموقع، ستجد الصفحة على هذا الشكل. إذا دخلت الموقع ولم تجد يعني لم تظهر لك مثل على هذا الشكل، فعرف أن دولتك غير معتمدة. تقوم فقط بتغيير الاي بي بمواقع تغيير الاي بي. أنا باعتباري أني في المغرب، فقد ظهرت لدينا موقع بدون أي مشاكل الحمد لله. الموقع لحد الآن يعتمد 249 دولة منها المغرب ودول أخرى تونس. عند الدخول الموقع تقوم فقط بتحديد هل تريد أن تشتري أم تبيع. إذا كنت تريد أن تشتري تضغط هنا، بعد ذلك تحدد العملة التي تريد الشراء بها، سأتركها اليورو لا مشكلة. الطريقة التي تريد الدفع بها أو استلام بها أموالك، أترك توليزوفر أونلين، أضغط على ريسيرش. بعد الضغط على البحث، يقوم الموقع بالبحث عن جميع الأشخاص الذين يودون بيع بيتكوينات عندهم. جيد، هنا يظهر هذا الشخص يطلب يريد أن يبيع البيتكوينات التي لديه ب 397 أورو للبيتكوين الواحد، ويعتمد على التحويل البنكي بيرمان. هنا هذا الشخص يريد أن يبيع ب 446 أورو للبيتكوين، ولكن عن طريق أوكي باي. هنا عن طريق بيرفكت ماني، هنا مونيغرام ويسترن يونيون، هنا التحويل البنكي ويسترن يونيون مونيغرام. إذا يعني تحدد فقط في بأي طريقة تريد دفع المال، تضغط فقط على بعد ذلك على أشتري أو بالإنجليزية باي. في هذه الصفحة تكتب كم من البيتكوين تريد. مثلا أريد فقط 100 أورو من البيتكوين، هذا بثمن 405.6 يورو. آخر عملية قعدت مثلا 207 مينت، يعني دقيقة. إذا أعجبك الأوفر تقوم بالضغط على انسكريبشن، تدخل معلوماتك، تتسجل، بعد ذلك تراسل الشخص وتتم العملية بنجاح. هناك أيضا في الموقع يمكنك من شراء البيتكوين عن طريق الدفع مباشر، وهذا يعتمد على موقعك. أرجو أن أكون قد أفدتكم في ولو ببعض المعلومات الخاصة بهذا الموقع. لأي استفسار، لأي سؤال، المرجو مراسلتي. أشكر كل من رسلني عبر الإيميل أو عبر صفحتي في فيسبوك. أتأسف لدى أخري أحيانا عن الإجابة. تحياتي لكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي، لا تنسوا الانضمام إلى مجموعتنا. شكرا على تتبعكم، وإلى اللقاء.